الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتعلم تمارين بسيطه للمبتدئين، فك الاصابع وتثبيت النغمات والمشكله اللي بتقابلنا في الاسبوع الرابع بطريقه بسيطه جدا ان شاء الله تعلم. في البدايه ان شاء الله هناخد مثال الوتر الاول اللي هو وتر سول. بنلعب الاول سول حر، وبعدين لا بيمول سي بيمول دو اربع مرات، كل شكل هنلعبه اربع مرات، يبقى سول لا بيمول سي بيمول دو، ده الشكل الاول. الشكل الثاني بحرك الصبع الاول عشان يبقى لا بيكار، يبقى سول لا بيكار سي بيمول دو. مع العلم ان احنا بنثبت الاصابع، ما بنشيلش، يعني ما بلعبش سول لا سي بيمول اقوم شايل الاول واقوم شايلهم، لا احنا بنثبت صوابعنا كلها، سول لا بيكار سي بيمول دو اربع مرات. بعد كده بحرك الصباع الثاني يبقى سي بيكار، يبقى سول لا سي بيكار دو مع تثبيت الاصابع برضو. وبعد كده احرك الدو تبقى دو ديز، سول لا بيكار سي بيكار دو ديز. الشكل ده بيكون اربع مرات. طيب الرجوع علشان الصباع الرابع والمشكله اللي بتقابلنا، فاحنا بنرجع اللي احنا طلعناه، نقول ري دو ديز سي بيكار لا ري دو ديز اربع مرات. بعد كده بحرك الدو تبقى دو بيكار، ري دو بيكار سي بيكار دو اربع مرات. بعد كده ري دو بيكار سي بيمول لا، وري دو بيكار سي بيمول لا بيمول. ده الشكل ده هنلعبه التمرين كله، كل شكل اربع مرات. شوف سول لا بيمول سي بيمول دو التمرين كله على كل الاوتار، سول ري سول ري نفس التمرين. طيب وهيبقى في تشكيله هنشكلها في التمرين، يعني هنلعب كل نغمه في قوس، وبعدين كل نغمتين في قوس التمرين كلها، وبعدين كل ثلاثه في قوس، وكل اربعه في قوس. وفي كل مره بنزود السرعه شويه علشان صوابعنا تفتح اكتر للشغل، يعني احنا عايزين نوصل مثلا للمستوى ده. طب لو بنلعب كل اربعه في قوس، طب لو بنلعب كل اتنين في قوس مثلا، يعني وبزود السرعه زي ما انا عاوز، وبلعب التمرين على كل الاوتار برضو، نغمه في قوس واتنين في قوس وثلاثه واربعه، وان شاء الله هتعمل معاكم مستوى جامد جدا ان شاء الله ان شاء الله. هستنى ان شاء الله تعليقاتكم لو التمرين عجبكم وعمل معاكم مستوى ان شاء الله.